احنا ننتقل لموضوع تنظيم الوقت للاولاد واستثمار العطله. واحنا من الاشياء اللي ممكن نحكي عنها الرياضه، لانه مرحله الطفوله فيها طاقه جسديه كثير عاليه، حتى نفرغها ممكن نستخدم العاب رياضه مثل الحبله او اي انشطه رياضيه او العابنا التقليديه اللي كنا نلعبها واحنا صغار او هلا اولادنا بيلعبوها. كمان ممكن نحكي ونستثمر وقت العطله بالتعليم. كيف يعني؟ ممكن نراجع الدروس اللي اخذوها الطلاب، ممكن نحضر لامور جديده، كمان ممكن نشوف ايش نقاط بحاجه لتطوير عند الطالب ونستغل هاي العطله لهذا الموضوع. مثلا الطالب بحاجه انه احنا يتحسن في موضوع القراءه، موضوع خطه بده يتحسن، موضوع جداول الضرب، اي موهبه ممكن هو حاب يحسنها يطورها، فهذا الوقت معنا ومع الطالب انه احنا نحسنها. وبالنهايه ان شاء الله رقمنا رح يكون موجود لاستفسارات في مجال الدعم النفسي الاجتماعي.